أنتقل إلى خبر آخر، هذه المرة خبر سيء للأسف، وكل ما قلنا يعني بنركز على الإيجابيات خرجت لنا مثل هذه الأخبار ومثل هذه المقاطع. أثار طبعا مقطع متداول لقائد مركبة على طريق الجبيل أثناء اعتراضه لأحد سالكي الطريق السريع وإيقافه بالقوة مستخدما سلاح الرشاشة في وضح النهار. شايفين معنا المشهد؟ أبد، كأنك تشوف فيلم. ما في احترام لا للقانون ولا للناس. وأنا أعتقد الجهات أكيد أخذت يعني تم التحفظ على هذا الشخص. شوف يعني إحنا ما هم حالة. أنا أعتقد أنه لابد يكون في عقوبات أكثر ردع، لأنه ما هي فوضى. يعني هذا لا احترام للقانون ولا احترام لرجال الأمن ولا احترام الإنسانية ولا احترام الوطن كله. يعني لا أعرف ظروف الملابسات الأمر، لكن مهما كان الشيء غير منطقي. يعني وهذا يفتح باب حتى للمراهقين، هو بالك ناس كبار سن زي كذا.